هذا وقد شهدت قرية السعدية البحرية بمركز كفر سعد في محافظة دمياط انطلاق فعاليات مبادرة حياة كريمة الثقافية. تضمنت الفعاليات مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالإضافة إلى تدشين مركز لاكتشاف الموهوبين في مجالات التمثيل والشعر والموسيقى والعزف والغناء. بنقدم حاجات كتير جدا على المستوى الثقافي، هي الهدف هو الارتقاء بمستوى المعيشي للمواطن المصري، وكمان الارتقاء بالمستوى الفكري كمان. فبجوار بناء الاسمنتي والحجري لازم كمان بنبني العقول المصريه. بنقدم للقرى المحرومه دي انشطه كتير جدا بشكل يومي. ده شيء عظيم والله بالنسبه لحياه كريمه ودخولها قريه السعديه البحريه، وشيء عظيم ومبادرة عظيمة من السيد رئيس الجمهورية، ونحمد ربنا أن حياة كريمة دخلت السعدية البحرية وطورت شيء كبير من السعدية البحرية. استمتعنا بالأنشطة اللي موجودة هنا، أنشطة جميلة. حين بنشكر فخامة الرئيس السيسي على مشروع حياة كريمة، كلنا ده أنه هو حقق حلم الملايين في تحسين شبكة الصرف الصحي، وكذلك تحسين شبكة الكهرباء ووصول الغاز إلى المنازل. ده كان حلم الملايين، بنتمنى أن على خير يتم هذا المشروع. احنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الجميلة ديت، مبادرة حياة كريمة، إنها خدمت البلد والبلاد اللي حوالينا كلها، وهذا المشروع للصالح العام وخدم ناس كتير في البلد.